كنت فرحانة طبعا بديك الجائزة كأفضل فنانة مغربية شابة، والزمن بدور كانت فالخير عليا، وكلموني إدارة المهرجان باش ناخذ الجائزة الخاصة لأنه تفوقت بديك الأغنية الحمد لله. والحمد لله مشيت وكانوا توجت إلى جانب كبار النجوم سواء الفن التمثيل أو الطرب والغناء، فهذا كيضيف لي في مسيرتي الفنية المتواضعة. بالنسبة للمجال التمثيل أنا كنت من الرافضين الصراحة، ولكن ما كنتش شفت شي عمل اللي غادي يجذبني ولا غنقدر اني نأديه ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت نبغي نعطي فرصه كبيره للناس الكبار كما سبق وقلت. لكن كان الحاح من عند ميد برود اللي كنقول لهم شكرا على الاهتمام ديالكم، وشفت انه العمل ما شاء الله عليه فخم، لا من ناحيه السيناريو، لا من ناحيه الانتاج، لا من ناحيه انه مع كبار الفنانين اللي انا غنكون تلميذه ديالهم وغادي عاونوني في الحلقه التمهيديه. فكنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف، خصوصا انه اخراج ابراهيم شكيري. فملي كان هذا الإلحاح والإصرار سواء من فانز من شركة الإنتاج، فقررت أنه ندخل هذه التجربة، وخصوصا أنه لمسني السيناريو يعني مع الفنان أسامة البسطاوي، مريم الزعيمي، الفنانة نعيمة إلياس، منفتو، كليلة، دونك كانوا بزاف ديال الناس اللي خلوني عطوني واحد الدافع أنه يكون في هذا العمل اللي كنسميه بالفخم والعربي المغربي العربي. فإن شاء الله غيكون سيناريو زوين، هما جوج الخواتات تربوا في الخيريه، واختي الكبيره غادي تهربني ملي كنت صغيره، ومن بعد غادي نحبوا واحد الشخص حنا بجوج بينا وحنا ما عارفينش اننا حنا خواتات. هذا الشيء سيناريست هي اللي قالت لي انا نتكلم بهذه الطريقه ونقول هذا الشيء، فهمتني وحفظتني غير لوتوريزاسيون. فكنقول لهم شكرا بزاف بزاف، وكنشكر الام بي سي 5 اللي كانت كلها فخر انها تاخذ هذا العمل المغربي المغربي العربي، والشرف ليا. كنقول لهم شكرا جزيلا على كلامهم الجميل. ان شاء الله غادي يبدا يتصور في ديسمبر، واعتقد على ما اعتقد انه غادي ينزل في رمضان ان شاء الله، شهر رمضان. ما كنشوفش راسي الصراحه في انني نقدم برنامج، يمكن التمثيل لانه حنا ديجا كنمثلوا كليبات وكنغنيو، ويعني دازين من هذه التجربه، ولو انها بسيطه وكتكون في ظرف يوم او يومين الا وانها مهم جربينها. لكن مع الوقت ما عرفتش، ولكن انا ما بقى ما فكرتش ابدا في ان يقدم برنامج او غيره، او ما غنقدمش برنامج لانه انا ماشي اعلاميه الصراحه، خصني نكون هادشي دارسه، واللي يقدم برنامج وبغى انه ياخذ هذه التجربه هذا رايه الخاص مثل، ولكن انا مع الصراحه كل واحد متخصص. انا ملي قلت غادي نمثل قلت غنكون تلميذه هذوك الناس، لان انا ماشي متخصصه في التمثيل، انا في مجال الغناء، ولكن بغيت نجرب. كاينين ممثلين بزاف جربوا الغناء، كاينين ممثلين بزاف خاضوا تجارب معينه، نجربوا. الى كان تفاعل مع الناس المغاربه والناس العرب مرحبا، ما كانش تفاعل رحنا باقيين في الساحه ديالنا الفنيه ديال الغناء ان شاء الله. واللي بغى يجرب شي حاجه ماشي عيب انه يجرب، انما يكون صادق فيها باش يعطي فيها. ان شاء الله مقرر انه غادي يتصور بعد يومين، وغيتصور هنا في المغرب ان شاء الله. ايهاب امير وروني الموزع اذا كانوا ما عندهمش التزامات طبعا غيكونوا من الحاضرين. غادي يتصور بطريقه جميله ان شاء الله، تكون اخراج الترك برودكشن. كاينين بزاف ديال المخرجين اللي هما ما شاء الله عليهم يعني في المغرب، حسن الكرفتي غيكون مخرج من مصر اللي هو احمد جيلاني اللي تعاملت معاه في زمان بدور، بقى يكون عمل جميل جدا، انا متفائله بهذا العمل بزاف بزاف. ان شاء الله. غنيت المصري وكان فال خير عليا، كنجرب كنحط رجلي في مجموعه ديال البلدان اللي ان شاء الله انه كل بلد غنيت على التراث ديالها يكونوا الناس متفاعلين معايا. غنيت اليمني، غنغني الراي اللي هو المغرب العربي دابا الجزائر المغرب تونس، وغادي ننتقل ان شاء الله لبناني او عراقي ان شاء الله.